مساء الخير حبيبتي، مساء الانوار، مساء الفل عليكم وعلى القلوب الطيبه والجميله اللي تابعني كامل. شرفتوني ونورتوني كامل حبيباتي اللي دخلوا قناتي جدد. نقول لكم مرحبا بكم، ان شاء الله تستفادوا من القناه، وان شاء الله نتوما ثاني تكونوا دعم ليا واخواتي. ان شاء الله حبيباتي نستفادوا كامل من بعضنا. الفيديو تاع نهار اليوم راح نشارك فيه معكم العرس اللي رحت له البنات، كيفاه حضرت له وش لبست كامل. كيما راكم تشوفوا صورت لكم يعني لقطات هكذا، ماشي بزاف، ولكن صورت لكم يعني واش لبست، كيف حضرت به رحت لهذا العرس. هنايا البنات، قبل ما تبداو لا فيديو ما تنساوش حبيباتي الدعم والاشتراك في القناه فضلا منكم. وشكرا لكم كامل كامل اللي راكم تدعموني وعلى تعليقاتكم الجميله. هنا البنات كما شفتوا لبست هذاك راكو جاي هكا في الجيب تاعو، هذيك لافيس اللي من فوق جاي في البلوروا وفي الارجونتي. درت له هذيك الصنداله ثاني كيما راكم تشوفوا فيها، وكيف كيف هذه الروبه ثاني هنا كنت يعني ما حددتهاش، غير جبتها يعني صورتها طول هكذا باه نعرضها لكم. بصح هي ما زبانش هكذا حتى تكون ملبوسه وكلش، دوك نعطيكم الفوتو تاعها كيفاه كي البنات المكياج يعني كيما درت حاجه المكياج كيما على بالكم مكياج هنا درت حاجه خفيفه ما درتش ريسيل يعني ما ركبتش بحار. انا المكياج ركبتها حتى ما بعدنش ندير هذاك المكياج شارجي ولا شغل نحسو المهم قلت لكم درت حاجه خفيفه برك، وثاني كي تكون حاجه شارجي كاين اللي يخرج على المكياج كي ما يخرجش لي، ولكن احسن حاجه ما كانش شي حاجه اللي حاجه سامبل هذاك المكياج شارجي ومن نوع تاع هذه الباليت اللي درت منها انا هي فيها هكا لي كولور عادي برك، ماهم اكثر كولور فرونسي كل وحده واش تحب مكياج. انا المهم درت المهم ركبت شفار هنا ما صورتهم لكم، ركبت شفار درت ساعات كلي ركبوا برك البنات ونحيهم على جلسه من كانت مقطوعه مي هايله، درت غير هذوك اللي ركبت. المهم قلت لكم درت حاجه ونحيتهم بالكولاج اللي حبيت نشاركو عندي الكولاج ديال يعني ديك اللي فات العرس اللي رحت يعني ديري نهار كامل ما يتنحاولكش. المهم انا قلت لكم درتهم قلت خلاص البنات درتهم كامل هذاك الشارج كيف كيف بالنسبه للفيرني ما يعجبنيش هكذا ما فهمتش لي زون ديال حاجه سامبل برك حاجه نقول لكم هذاك تكون هازوم لا مبهيه ومليحه يعني في نفس الوقت. درت صغير هذا الفيرني وبعد كنت حنركب يعني اطفال ومن بعد هذا هو المكياج اللي حبيت نشاركو معكم يعني تحضيرات خفيفه برك وبعد باه يخرج ما درت لكمش كلش تحضيرات خلينا نعرفكم حاجه خفيفه برك هنايا. وبالنسبه للاكسسوارات ثاني درت هكذا غير ساعه برك، درت مع هذا الخاتم ودرت مع هذا الخاتم يعني درت حاجه اللي تخرج لي ودرت ثاني لبستها في المكان البنات. وهذا هو الفيديو يعني الروتين قبل ما نروح العرس مع المشطه ومنكم على نشارك معكم تحضيراتي قبل ما نروح العرس ومن بعد نشارك معكم كامل العرس. هنايا كيف لقطات برك حاجه فيديو على بالي راح بعد هنايا البنات بعد ما وجدت روحي وكامل هنايا فطريقنا رحنا للعرس. هنا العرس هذا كان في بلاصه اللي في العلمه فولد الروميه، هذه لاصال البنات في الدخله تاعها هنايا صورت لكم هنا شوي شوي، ومن بعد هنايا صورت لكم ثاني القهوه طابله القهوه كان الله يبارك يعطيهم الصحه يعني ديكور كان ما شاء الله عجبني بزاف حتى من الكولير اللي خيروه كان يهبل. ومن بعد صورت لكم هنا الكاطو واش حطوا لنا كامل الكاطو يعني كل واحد واش حطوا له كان كاطو الله يبارك ثاني كان بزاف بنين يعطيهم الصحه. يا
لهنا البنات يعني كنت حصور لكم هكا كلش بلا صال، ومن بعد ما قدرت الله غربكم على بالكم العرس كيف يكون والغاشي ومنا ما بوسيبل نقدر نصور لكم كلش في لا صال. تما صورت لكم غير هكذا مقتطفات هذا مكان. المهم يعجبكم الفيديو البنات برك. السلطات فيها ديكور صحة، قرقوشة، الحمد لله، بارك فيك وبصحتنا.